الفاتحة. سلم سمركم. الله يرحمه ويصبركم عفراءه. شكرا لك سيد، الله يطول بعمرك يا رب. سياده النقيب، الله يرحمه يا رب ويصبركم عفراءه. ما تشوف شر سيدي. اسمعني يا ابني، ممكن نحكي شوي؟ كران لك ابني، انا مقدر صدمتك وألمك، بس موت اخوك ما كان بسببك. ما بتعرف كان ممكن يموت بسببي او بسبب شيء كمين. كان الفخ كبير والله يا ابني، كلياتنا زعلانين وكلنا مزعوجين. تمام، صراحة انا اللي قبصت عليك. الرصاصة اللي فاتت بصدره طلعت من سلاحي. من سلاحي سيدي؟ تتخيل اني انسى هالوجع؟ مستحيل سيدي. بعرف يا ابني، طول بالك. والله ما بعرف اذا هذا الوقت والمكان المناسبين لهالحكي، بس واجبك وبدلتك العسكريه ناطرينك. الله بيعلم قديش محتاجينك. هلا ما فيني بنوب سيدي، ماني قادر التزم بشي ابدا طول ما انا حاسس هذا الشعور. ما بقدر. طيب بس خلي اللي قلت لك يا ببالك سيادة النقيب، تمام؟ الباقي بحياتك مرة تانية. يلا ابني قوم، إذا ما قمت ورحت هلا هالشباب ما رح يروحوا ورح يضلوا واقفين هون معك. قوم ابني، أعطيني إيدك.